كان الأصغر سناً بين زملائه، لكنه الأول على دفعته والأول في حصوله على الدكتوراه في تخصصه والأول في فوزه بوشاح النيل. ولد المهندس محمد كمال إسماعيل في ميت غمر بالدقهلية عام 1908، ونشأ في الإسكندرية وانبهر بالتنوع المعماري لمنشآتها، وتخرج في المدرسة الهندسية الملكية عام 1927. وبعد 6 سنوات من الدراسة في فرنسا حصل على شهادتين للدكتوراه في العمارة والإنشاءات. بدأ مشواره العملي مهندساً بالأوقاف قبل انتقاله إلى مصلحة المباني الأميرية ضمن أوائل المهندسين المصريين الذين حلوا محل الأجانب في وزارة الأشغال، وحصل على البكوية تقديراً لجهده في إصدار موسوعة مساجد مصر وترجمتها لعدة لغات. وما تزال بصمته المعمارية شاهدة على عبقريته في تصميم مباني مصلحة التليفونات ودار القضاء العالي ومجمع التحرير ومسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل. ويبقى مشروع المهندس محمد كمال إسماعيل الأبرز تصميم توسعات الحرمين الشريفين في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والذي فاز عنه بجائزة المؤتمر الإسلامي للتفوق في العمارة. أما مصر فكرمته بنيشان النيل ولقبته نقابة المهندسين بأستاذ الأجيال قبل رحيله في أغسطس 2008 عن عمر يناهز 100 عام.